ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. هذه آية عامة يا إخوان، سبحان الله، تأمل معي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله أكبر. مخرج من ضيق الدنيا ومن ضيق الآخرة، من هم الدنيا ومن هم الآخرة، سبحان الله. هذا يا إخوان نعمة عظيمة جدا، والله لو فكرنا بعقولنا ثواني معدودة بس إن نعلم أننا في نعم عظيمة جدا. ما يحتاج إنك تجعل حولك جيوش وكذا وكذا، لا، فقط أن تحفظ أوامر الله فعندها يحفظك الله سبحانه وتعالى.